للسيدات اللي لسه ما حضروا وصفة من الوصفات اللي بيعملوها بالنهار عادة، إن كان حلو أو إن كان مالح، خلينا نشوف شيف ديما القلعاوي إيش حضرت لنا اليوم. يسعد صباحكم، معكم ديما القلعاوي. اليوم رح نعملكم وصفة اللي هي اللحمة بالفخار. هلا هي طريقة قريبة شوي من نكهات البيتزا كتغيير بالنسبة للحوم وبالنسبة للأكلات اللي احنا بنعملها. شوي حتلاقوا انه احنا عم نعمل قريبين من بعض، لا بس كل اشي له نكهته، كل اشي له طعمته. لا ما عندنا هون اللحم المفرومة طبعا رح نشتغل فيها. هلا لمحبين طبعا الدجاج بيقدروا يجيبوا الدجاج اللي هو كمان مسحب من العظم مهروس، بيقدروا يعملوا نفس الوصفة على الدجاج، انه بيستغنوا عن اللحوم لانه في ناس ما بياكلوا الهاي. هلا عندنا احنا هون اللي هي المقادير طبعا طلعت عندكم على الشاشة. عندنا هون اللحم المفرومة، طبعا رح نضيف عليها اللحم المفرومة اللي هي البقدونس. موادنا بسيطة جدا بس نكهتها عن جد رائعة وزاكية، وتغيير يعني تعطي شوي نكهتها لانه احنا حنحط صوص البيتزا، بتعطي نكهتها شوي للبيتزا وغريبه كثير، طعمتها عن جد انها مرتبه وزاكيه. عندنا هون البصل. بهذا الوقت احنا بنحاول نستغل الوقت اللي احنا هلا، بس بدي اضيف هلا عندي هون انا بندوره معصوره، راح احطها شوي على الغاز اللي هي بس كرمال شويه انها تطبخ، هي بدي اياها تطبخ مزبوط البندوره عشان لما اضيفها مع اللحمه وبالفخار تكون شويه معطيه سماكه خفيفه، لان هي ما راح تاخذ معكم وقت بقلب الفرن. تمام. هلا عندنا هون راح نضيف كمان البيضه، وعندنا الفلفل الاسود، بنقدر نضيف الفلفل الابيض كمان، وعندنا الملح لان هون اللحمه هاي ساده حمراء ما فيها ولا شيء زياده، وراح نحط برضو الارشله. تقريبا حتلاقوا انه وصفاتنا قريبه من الوصفات القديمه، بس كل وصفه لها نكهتها. راح اعجنهم طبعا ببعض. اذا ملاحظين انه هم ما في كميه كبيره من الخضار اللي فيها. هلا هي هون ما حطينا ثوم، حطينا بس اللي هي البصل، وحطينا البقدونس والبيض والارشله، وكل زي ما حكينا كل يعني شغلة أو وصفة إلها نكهتها الخاصة فيها. بس نشغل الغاز، عشان نستغل إنه يحمى. راح برضو نكورها للحمة، بتحبي تكوريها تعمليها أصابع، تغيير يعني عن الشغلات اللي بنعرفها دايما. هذه طبعا هي عشان اللحمة حمراء ما بتاخذ استوى على النار. هي عندنا هون بلشت تغلي البندورة، أنا بديها شوي تغلي مزبوط كرمال إني أنا ألاقيها جاهزة واللحمة تكون جاهزة ونحطهم بالفخارة. الفخار عن جد بعطي طعمة كتير طيبة للأكل. بالنسبة للحمة تنحط بالفخار طيبة، بالنسبة كمان عندكم الرز كتير طيب الفخار، الفخار بيعطي طعمة نكهة غريبة للأكل عن جد أنا زاكية. رح نعملها بطريقة بتعملوها دائرة طابات، يعني تحبوا تعملوها أصابع نعملها أصابع شوي عشان تغيير عن اللي احنا كنا نعمله أصابع من اللحم. هلا بتحبوا انه تكون البقدونس أنعم يعني، او بتجيبوها بكفتة برضو بيصير. هلا هون انا ما راح اضيف شيء على البندوره لانه هون عندنا تملحات اللحمه، وعندنا طبعا احنا راح نضيف هلا اللي هي صوص البيتزا اللي هي خلطه البيتزا، طبعا لحالها فيها املاح وفيها كل شيء احنا عشان ما تطلع اكلتنا مالحه. حنقليهم هلا بسيطة خفيفة، ما راح تاخذ معها ست البيت معها وقت.
وغريبة وطعمتها طيبة. تقدر تجيب طبعا من الخبز التاكو جنبها، كتير زاكي. ونكهة اللحمة مع البصل عن جد رائعة، والبقدونس. احنا بنضيف طبعا البيض والقرشلة عشان تتماسك دائما اللحمة، لان اللحمة ما رح تتماسك الا يا بالطحين يا بالقرشلة، فاحنا هون ضفنا قرشلة. هلا هي لمحبين اللحمة حينبسطوا عليها. طبعا زي ما حكينا لكم اللحمه المفرومه الحمراء بتكون طبعا ما بتاخذ وقت على النار. هنا هون تقريبا الصوص يعني قرب يتماسك ممتاز زي ما انا بدي اياه. طبعا صوص البيتزا لانه فيها نكهه الزعتر الاخضر عن جد طعمتها رائعه. هلا بدنا نحطها اول شيء بقاع الفخاره، بعدين راح نضيف حبات اللحم، بعدين راح نضيف عليها اللي هي صوص البندوره اللي احنا غلينا على الغاز. هيك ما اخذ معنا وقت، استغلينا انه احنا غلينا البندوره وصار امورها تمام، وبنفس الوقت اللحمه عندنا هلا على الغاز عم تتشوح. بعدين رح نحط جبنه البرمزان، رح نحطها بالفرن، والفخار نفسها لانها حتغلي شويه مع البندوره وصوص البندوره حتاخذ النكهات. تقريبا اللحمه قربت تستوي، امورها تمام. بس نجيب صحن، هلا ريحتها عن جد انها روعه، عن جد ريحتها بتجنن. هنضيف اللي عملناهم، هلا راح نضيف اللي هي شايفين يعني مواد كتير بسيطة وخفيفة وعن جد انها طيبة وجربوها. هلا هذا صوص البيتزا، فيه طبعا الاوريجانو، فيه الملح، فيه الفلفل، المطيبات كاملة. راح نحطه بقاع الفخارة كاملة. هلا طبعا راح يعني ندمجوا كلهم مع بعض، وراح نصفت قطع اللحمة. إذا بتحبوا إنه نغطي مثلا وجه الفخارة هاي بالعجين، إنك تعجن ست البيت طحين ومع شوية خميرة وملح وفلفل وقليل من السكر طبعا، وتقدر تحطها على الوجه الفخارة. بنفس الوقت تقدر تضيف عليها كمان اللي هو البيض، دهنها بالبيض والسمسم، بتصير عندها كأنه رغيف خبز كامل تقدر تغمس فيه مع اللحمة. خلينا نشوف اللحمات اللي هون. بس بدها شوية صغيرة. زي ما حكينا بتقدروا تستغنوا عن اللحمة بالدجاج، بصير نجيبها الدجاج من عند اللحام تكون طبعا ناعمة، ونتبلها نفس التتبيلة اللحمة. يعني للمحبين الدجاج برضو بتصير. هلا هيك صفت معهم امورهم تمام. راح نضيف عليهم اللي هو صوص البندوره، شايفين البندوره كيف امورها تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، بسيطه سريعه ما بتاخذ وقت، ونكهتها طيبه وغريبه. هلا هي معطي اكثر للاكلات التركيه، وراح نحط لها جبنه بارميزان على الوجه وندخلها على الفرن، يعني لا نحس انهم تماسكت شوي، تجانست شوي مع بعض، اخذت النكهه من فوق ومن تحت كلها كامله، وشوينا الوجه. راح ندخلها على الفرن هلا
وبعد ما نطلعها من الفرن نرجع لكم إن شاء الله. استنونا. ورجعنا لكم أعزائي. تقريبا هي أخذت بالفرن تقريبا 10 دقائق لربع ساعة. حاولنا أول إشي إنه شوي خليها تغلي من تحت عشان تأخذ النكهات والصوص، وحمرنا الوجه. نطلعها من الفرن. طبعا ريحة الأوريجانو عاملة كتير، يعني ما شاء الله ريحة بتجنن. هذا المنظر النهائي لإلها. بسي لأنها سخنة. تمام. طبعا نحاول نطلع منها، أفرجيكم الجبن. إن شاء الله تكون وصفتنا عجبتكم اليوم والأمور كلها تمام وصحة وعافية. إحنا كتير حابين أن تكونوا معنا وتدوقوها وتجربوها. ويسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. شكرا لحضرتكم. يعني والله وصفة لذيذة ونقدر نعملها بالبيت، لأنه أغلبية المكونات موجودة بالبيت، ومع البرد هيك بدها أشياء ثواني بالفرن، فبتعطي هيك دفى للبيت، ومنه أنتوا بتتدفوا من تناول هذه الوجبات. طبعا ولا غنى عن شوربة العدس اللي تكون الراعي الرسمي بهذه الفترة. خلينا نطلع فاصل أخير بحلقتنا لليوم ونرجع بآخر استضافاتنا لليوم. خليكم معنا. نظموا الحمل بتخففوا الحمل.